انا عندي 4 طبقات بغيت نكري ما عندي باش نعيش، ما بغاوش يجيو يكريو من عندي على حساب الشارع على حساب هاد الرمله وعلى هاد الشيء هذا. انا البارح عاد تبنات الكوديه قصوها انا عايشه هنايا ما عرفتش شحال من عام وانا هنايا، والدنا ماتوا هنايا ما كاين حتى شي حاجه من هاد النقاوه. انا خصني باش نعيش، انا ولادي على برا بغاو يجيو ما قدروش يجيو على هاد الرمله. انا ولادي خارقين اسبانيا وانا جيت نعيش هنايا، ما قدرتش نعيش هنايا، ما قدرتش نعيش هنايا حيت ولادي ما كيبغوش يجيو لي هنايا. نقدر نجلس انا بلا ولادي؟ ما يمكنش. ها والحومه ديالنا حنا اللي ولا بنينا، هذيك راهي اسبانيا ما كتجيش، هذيك المراه راهي اسبانيا ما كتجي، هادو كلهم اللي اسبانيا ما كيجيوش المغرب على حسب الشوارع. وانا نهار ملي نموت خصهم يديروا عليا القيطون برا، ولادي باش ملي يجي يجبروا القيطون برا. ها ومخلصه الارضيه، مخلصه الارضيه انا باش يجيو يقصونا، عينا ما نضربوا عينا ما نهضروا. درنا الشكايه الاولى والثانيه، دخلنا عند العامل، دخلنا عند الرئيس الاول، عند فلان عند فلان عند فلان، ما كاين والو. وعاش الملك، الله يخلي لنا الملك ديالنا، الله يعطيك شي صحه جديده. هادشي اللي كنت يقصوا لنا الشوارع، ما خصنا منهم لا قصوان، ما خصنا منهم لا حاولي، ما خصنا منهم حتى شي حاجه. صنع الشوارع، حنا عايشين باش ما قدرنا ربي، حنا عايشين باش ما قدرنا الله، حنا عايشين ما خصنا حتى حاجه الحمد لله. والسلام عليكم، الله يخلي لنا سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا. سلام خير. اذا انت راه واحد النقطه باللي ان احنا باقي مستمرين او مستمرون على هاد المحطات النضاليه ديال الساكنه، وغنضلوا كنترافعوا وكنقولوا اذا ما استجبتوا الناس راه حنا نولي نعلنوا على وقفه احتجاجيه اخرى في العماله اقليم الرئيس او في الولايه. راه حنا كامل مستعدين ان نطلعوا بولادنا، غنطلعوا للولايه، غنطلعوا للولايه وغادي نحطوا الاشعار ديالنا ونديروا وقفه احتجاجيه. رساله للسيد الوالي زياد طنجة تطوان الحسيمة بالمهديه على اساس اننا راه نديروا وقفه احتجاجيه في الولايه، حيت انت معروف رجل خادم ديال الوطن وهذا هو تحية خاصة للبير بريس والجامع بالحق ديالها، بأنه راه ما يمكنش يتوقف هنايا، بأن العملية ما زالت مستمرة كما شار الأخ مصطفى. ممكن أن يصل أصوات هؤلاء الساكنة إلى والي جهة طنجة، ويمكن بأنه هو رجل من خير الرجال، هم الذين يخدمون البلاد حقا وصدقا، لأن لا بد من إيصال أصوات هؤلاء الساكنة، لا بد من إيصال. وأنا أؤكد بأن الناس راهم يعانون يعانون يعانون، ولا بد من إيصال هذه الآهات وهذه الصرخات وهذه الآلام إلى والي الجهة، لأن احنا لم نتوقف، لم تحققش هذا المطلب. وما نتمناه أن يستجيبوا المسؤولين للمدينة ويسارعوا بتعجيل الحل المناسب لهذه الساكنة. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبرتجيو مع صحابكم.